وأنا طالع التقرير جتني فكرة أقدمها حق الأخوان في الحكومة. ممكن نستنسخ من الوزير الشيخ محمد الخالد 4-5 كم وزير نبي؟ خمسة. نستنسخ منه 5 ونحطهم بهالوزارات تضبط الحكومة. إيش رايكم يا حكومة؟ ناخذ من جينات الشيخ محمد الخالد ونخلق وزراء بطريقة وإخلاص هذا الوزير. ينضبط الحال على طول. شوية المالية، شوية الأشغال، شوية الصحة، شوية الكهرباء، شوية المشروعات السياحية، شوية شوية تضبط الحال. والله مقترح أنا أفكر يا المجلس، ما تفكرون فيه؟ ممكن كل شيء جاي، يمكن الحكومة تسمع قراري وتستنسخ من الشيخ محمد الخالد.